عنديش باش ناخذ. هنايا الادويه ديال تاموكسيفان ناقولوا الفاديكس انا استروزول. واش كتخيل ان هاد الناس عندهم باش يشريو وهادشي راه كيتشرى شهريا 14000؟ راه ما يمكنش. اليوم مراكز العلاج كتفتقر للادويه، اليوم كاين انعدام ديال الادويه الهرمونيه داخل مراكز العلاج، بل اكثر من ذلك حتى بعض الادويه ديال لاشيميو راه منقطعه عن المركز. وخير دليل هيا هيا لاشيميو ديالها ما كاينش، شحال من شهر وهي كتمشي وتجي. هيا لاشيميو ديالها ما كاينش. هاد الناس الا انقطعوا عليهم الادويه وانقطعوا البروتوكولات العلاجيه ديالهم معناتها حكموا عليهم بالموت. حنا في صفوف مرضى سرطان في جمعيه طموح لمساعده مرضى سرطان، واحد العدد كبير ديال مرضى سرطان الان كيتوفى، راه حالات هما شافوهم وحده ورا وحده كتموت. واش غنبقاو نتسناو هاد الناس يموتوا؟ هاد الناس راه خصنا نساعدوهم، حنا كنديروا اللي قدرنا عليه عن طريق محسنين. اليوم هما اللي طالبين مني نجي، وكيف سمعتوها منهم كاملين. ماما حسنا جينا للسبيطار وعاوتاني ما لقيناش الدواء، واش ما تقدريش تساعدينا؟ انا درت غير اللي قسم الله كيف كنقولها عن طريق محسنين، ولكن هذا ما كافيش. واش هذا يقدر النساء كاملين؟ واش غادي يقدهم كل شهر؟ واش هاد المحسنين اللي عطوني مثلا هاد الشهر غادي يعطوني مره اخرى؟ زائد انا مريضه سرطان، الدواء مش دبرت ولا بجوج 3.5 مليون خاصها شهريا بزز. من رمضان وهي واقفه، من رمضان وهي بلا دواء. راه في خبر الاخوات كاملين رونديفوات كيف شفتي؟ حدث ولا حرج. رونديفو كيبدا من 3 شهور 4 شهور 5 شهور 6 شهور، كيقول لي سير السيبان. شنو هي سير السيبان؟ هذوك الموظفين اللي كاينين هنايا شنو كيديروا؟ الا كنا كنعتمدوا الرقمنه ونعتمدوها في كل شيء، ما نبقاوش نقول لهم سير دير الفوتوكوبي، سير دير الفوتوكوبي. الا كانت عندك رقمنه لا راه خصك تسكاني، راه انت وليتي كتستعمل واحد النظام معلوماتي ما بقيتيش محتاج، يعني خاص تبسيط المطاساتر الاداريه. شوف شوف انا بغيت هذا الرونديفو، شدوا الكاميرا ديالكم 16/2/2024 تفوت العام يدخل العام. واش كظن انا مريض سرطان كيتسنى حتى 2024 و 26/2 معناتها شهر 3 تموت، معناتها حكموا على الناس بالموت. واحد يموت. شفتوا السيده اللي عندها 13 حصه كل حصه ب 2 مليون؟ اين محسن هذا يعطيها هذه الفلوس كامله؟ ها هي وحده، ها وحده اخرى، هي الثانيه، راه الثالثه. شحال قدنا؟ شحال قدنا؟ راه اصلا مريض سرطان ما خصوش يعيش بالسعايه، راه حنا بغينا الكرامه. راه سيدنا ملي جاب هذا الورش الملكي راه بغى يضمن الكرامه لكل المواطنين، وهذه نداء كنوصلوا لكل مسؤول. سيدنا بغى لينا الكرامه، ما تحطوناش في الاهانه. انا مرضى سرطان ما عمرني خليت شي محسن بدا يصدق عليهم بحال كيسعاو. تنقول لي شوف بغيتي تعطي نوثق لك، نوثق لك، ولكن مريض سرطان اي ياخذها بكرامته ما ياخذهاش بالدل. وسيدنا باغي لينا الكرامه، هما باغي لينا الاهانه. راه خاص يتعاد النظر في الطريقه اللي كيتخدم بها لامو الان، الطريقه ديال التسجيل والتنقيط ديال السجل الوطني خاص يتعاد فيها النظر، خاص يتعاد النظر في الاسئله. راه الناس ما بقاتش قدرت تثبت الاحتياج ديالها، وما بقاتش قدرت تثبت الفقر ديالها. راه لا يعقل انا مريض سرطان تقول ليه هي عايشه بوحده في بويه تسطح وكاريه وقول لها دخلي معاك الناس. شكون هذا اللي يدخل مع ديك الفقيره والمسكينه واللي مريضه السرطان؟ ها هي وحده منهم، راه اخرى منهم. هاد عيالات الاغلبيه ديالهم مطلقات، تخلى عليهم الزوج ملي كيمرضوا بسرطان. انا اللي ولا قالوها ليا، تخيل قالوها ليا انايا. المطالب ديالنا المجانيه لمرضى السرطان اللي كيتعالجوا في المستشفيات العموميه، لان معنيتهم فقراء. راه اللي لاباس عليه راه كيمشي للكلينيك، راه كيمشي للخارج، راه ما كيتسناش المستشفى العمومي اللي فيه هاد الرونديفوات، ومسكين باقي كيتقاتل وكيجي كل نهار. المجانيه لمرضى سرطان. البروتوكولات العلاجيه ما تبقاش توقف، الادويه تعطاهم في الوقت، المواعيد تعطاهم في الوقت، تلغى المواعيد. ما يبقاش يقول شي مريض سرطان سير للسيبر ويكون الدواء. هاد الموظفين اش كيديروا ملي هما يمشيو للسيبر؟ وملي كيسالي كيطلع في السيستم راه تسجل في السيبر، تيقول ليه لا راه هذاك السيبر راه ما شديش لك الرونديفو هذاك، هو راه ضرب 6 شهور باش يتسنى هذاك الرونديفو. ملي كيسالي كيقول لي ما طلعش لك الميساج. ماشي لعبات هذا، ماشي الموت هادي. راه انا ملي تنشوف مريضة سرطان قالوا لها شهر جوج، واش انا نخلي مريضة سرطان حتى شهر جوج؟ راه الا قالوا لهم هكا راه حكموا عليهم بالموت. راه كاينه اباده جماعيه لمرضى سرطان بهذه الطريقه اللي واقفين عليها. راه وزير الصحه راه شهر واحد قال لهم كملوا العلاج، الناس اللي باديه البروتوكولات العلاجيه كملوا معاهم، ما توقفوش العلاج ديالهم، ما توقفوش. راه لا يعقل ان مثلا تكون المذكره ديال الصحه والحمايه الاجتماعيه وما تطبقش.